تروح لمساحة فنية إبداعية سورية حملت وطنها كعنوان لتقدم رسالتها ولتقدم لوحاتها ولتوصل للفن برسالتها. تميزت من سنين الدراسة بجامعة دمشق، كما أن تميزت بتمثيل سوريا بالخارج، واليوم بعد سنة غياب عن سوريا رح تفتتح معرض الأول على أرض الوطن تحت عنوان وطن في امرأة. ضيفتنا اليوم الفنانة التشكيلية رنا لطفي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي بسوريا. شكرا. وأهلا وسهلا فيكي ضمن صباحنا غير. شكرا لكم. كده بدنا نصبح عليك يا رنا، واليوم موضوعنا عن رسالة الفن وعن لوحاتك. خلينا نحكي بشكل عام. أنا تخرجت بال 2000 من جامعة الفنون الجميلة، وطلعت تغربت من 2002. كنت من الأوائل. كنت من الأوائل، وسنتنا كانت فعلا كلها تقريبا كانت متميزة صراحة، شغوفة متميزة. وطلعت على الغربة وما قدرت، يعني كبرت وكبر الوطن معي وزاد الحنين، فما لقيت متنفس غير اني اكتب عن الوطن وارسم. بعدين بس صارت الحرب والأزمة، حسيت قاعد افكر انا شو دوري تقدر اوقف مع البلد. حسيت انه اكثر شيء بقدر اعمله بمجالي يلي عبرت فيه كثير عن الوطن، اني ارجع وقدم شيء لبلدي، لانه قدمت لي كل شيء، وهي اللي عملت رنا لطفي الفنانه. بقى كانت مثل رد جميل للبلد يلي عطتني كل شيء قبل ما اطلع. هي يمكن مشاعر بيحملها كل سوري اضطر انه يتغرب عن بلده، واكيد في كثير حب ومشاعر كثير قويه لحتى يرجع على بلده. والمعرض الاول يلي حمل عنوان وطن في امراه رح تفتحيه مثل ما حكينا بالمقدمه بدمشق، ويمكن اول ما نسمع هالعنوان بنتخيل انه نحن رح نروح لمشاعر الحب والحنين والشوق للوطن. خبرينا اكثر عن الحاله يلي رح تعرضيها بمعرضك. الحالة هي عدة حالات، يعني نحن عم نحكي عن أعمال ابتدت لأشهر، ما مو ريسنتلي، مؤخرا. فكانت بتجسد حالات معاشة، حالات كنت عايشتها، كنت شوفها، حنين غير منقطع. كمان كتاباتي كمان، يعني أنا مرتبطة كتير مع اللوحات، يعني أنا أوقات بكتب تطلع لوحة، برسم تطلع كتابة، وكله عم بيكون منصب لدمشق، لحالات عشتها، ذكريات تجسدت باللوحات. رنا، يعني الغربة هي بتخلي الواحد يحس يراجع ذكرياته كلها. سنين مرقت بشريط ذاكرة، وهالشريط بخليه يطلع كل شيء عنده. كان معرضك متضمن لوحات لشخصيات معروفة فنية، هل حيدخل الفن التجريدي ضمن المعرض؟ أكيد، يعني أنا هلأ بالمعرض بتلاقي تقريباً 35 عمل. كل عمل بتحسي عم يحكي عن حالة معينة. أنا ما عندي تجسيد أشخاص أكثر ما هي تجسيد حالة من خلال أشخاص، بورتري أو يعني بالواحد بس يتغرب، تتوسع النظرة، بيتوسع الأفق، بيصير بيشوف أحسن، بيحن أكثر، بيحب أكثر، والشغف بيزيد، حتى التفاصيل اللي ما كنا نحبها بنصير نحبها تماما. يعني ما بدي أقول بيصير في مقارنة، بس في كتير شغلات يمكن بتصير بناخذها أدفانتج، يعني بنتعود عليها، ما بنقعد نحس بقيمتها أو بجماليتها أو بإحساسها، بس بترجعي بس تبعدي بترجعي بتحسيها وبتحبي تعيشيها مرة ثانية. صحيح. هاي المشاعر عبرتي عنها بالمعرض يلي رح تفتتحيه بدمشق اليوم. خبرينا كيف حاسه رح يكون الإقبال رنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله يكون الإقبال كما أتمنى، لأنه أنا بالنهاية حابة يجوا ويحسوا اللي أنا حاسسته، وصل الرسالة اللي أنا حابة وصلها. حابة أقول لهم أنه نحن صحيح عايشين برا، بس نحن معكم لحظة بلحظة، ودائما نحن المغتربين عم ندور على أي وسيلة نقدر نرجع نتواصل مع أبناء
البلد واللي هون تنقدر نبني سوا. ما رح نقدر نبني غير ما نكون سوا برا وجوا ان شاء الله يا رب. عنوان معرضك دمشق دمسكوس دمسك دمسكوس. قديش كان في دقة باختيار الأدوات تكون سورية دمشقية؟ كتير كان عندي مهم إنه اسم دمشق يكون برا يضل برا. كان في كتير من حوالي إنه متأكدة بدك تسميه للمكتب هيك، إنه إيه أكيد. وبسبب هذا الشيء كتير أثرت فضول، كتير صار حابين يسألوا يعرفوا. هذا الشيء تاني كنا عم نعمله برا، إنه عم نجتمع بكتير من العالم الأجانب لنعرف عن البلد. لنعرف كيف لقوا الاسم؟ دماسك حبوه كتير، خصوصي بس عرفوا شو معناته. هو بتعرفي دماسك القماش الدمشقي الشهير يعني، فصار عندهم فضول، صار يحبوا يعرفوا، صار يحبوا يطلعوا من المربع اللي هن عايشين فيه. يتفاجئوا صراحة أوقات إنه أنتوا هيك، أنتوا هيك بتعملوا، أنتوا هيك بتفكروا، أنتوا هيك شكلكم. يعني حتى على مستوى الشكل في أشياء كتير مغلوطة يعني، إنه فيتفاجئوا إنه نحنا عنا ثقافة، عنا حضارة، رجعت لهم من بعد الأربعة آلاف سنة يعني. السوريين لكن رنا كيف كانت ردة فعلهم وقت شوفوا المنتج السوري انت اللي عم تقدميه؟ يعني كيف حاولتي تعكسي حضارة سوريا وتاريخها العريق عبر فنك وتوصلي لهم الرسالة الصحيحة عن بلدنا؟ كان في إقبال شديد رهيب يعني، لأنه ما كان عندهم أدنى فكرة. ونحن يعني نحن الهوية تبعنا كسوريين من وقت ما بلشنا من الأبجدية وكل هدول الشغلات جدا مرغوبة يعني، بس ما في حدا يعرفهم أو يوصلهم على الطريق الصحيح. فهذا كان دورنا كمغتربين بأمريكا إنه نوصل هدول الشغلات للأجانب. نحن أكيد رنا بنفتخر فيكم أنتوا كجالية سورية دمشقية قدرت تتوصل رسالتها للعالم يلي برا، يلي مثل ما هلا أنت ذكرتي بيجهلوا شو الشام، شو دمشق، شو هي سوريا، سوريا بلد الحضارة. أكيد كان في دعم لك بمعرضك. يعني دعم يفوق الوصف صراحة. أنا بدي أتشكر بشكل كتير كبير وزارتي السياحة والثقافة، وبشكل خاص سيادة الوزير بشر اليازجي، سيادة الوزير محمد، لأنه الاستقبال والدعم المعنوي والتسهيل حسسوني فعلا اني انا راجعه على وطني، ووطني بده يعمل اي شيء ليحتويني من اول وجديد. فكل الشكر لهم، وكل الشكر لكل اللي ركض معي بهالمده القصيره لنخلص المعرض وتفاصيل المعرض من كل الاختصاصات وهذا. فبتشكر القريب والبعيد. القريب والبعيد فعلا يعني كانت انه بس اي شيء بنت البلد يعني، انا حسيت اني انا رجعت بنت البلد، فكان شعور لا يوصف. متوقعته بس فاق توقعاتي صراحة. يعني إن شاء الله أكيد رنا اليوم تلاقي النجاح ورسالتك إن شاء الله توصل عبر معرضي. خبرتينا أنه لكل صورة إلى كلمات بتعبر عنا، ولكل كلمة إلى صورة بتشرح عنا. خلينا نسمع شوي من الكلمات يمكن اللي عبرت عن إحساسك ومشاعرك وحبك لبلدك. كتابتي كتير حاولت أطلع يعني شوي غزل شوي كذا، كله بيرجع بينصب للوطن، لدمشق بما أن مدينتي. يعني آتية على مركب الهواء تتهودج، يتطاير حرير شعرها وينفرج، هدبة رموشها تغير سير الرياح، والناظر إليها توقف في قلبه النبض والعروق تنشف. أنا ربة الشغف والحياة والنبض، أنا دمشق أيها الرجل. أنا إن أمسكت التراب صلصلته أمما، ولدت من رحمها الأمم. إن تكلمت فاح الهوى، وإن تكتمت ولد التنوير. ساحرة هي من جوفها بزغ فجرك وفجره. يعني عن جد كلام جميل رنا. حاولتي ترجميه هني للغريب؟ لا تسألي. يعني حاولت بس بدها ترجعي تصيغيها بطريقة لتطلع مناسبة خلينا نقول لسيستم القصيدة الأجنبية يعني. بس إنه لساتنا بطور إنشاء يعني بطور العمل، هاي الخطوة الثانية إن شاء الله، لأنه كتير عم بنسأل
وخصوصي اللوحة بتروح مع الكتابة، يعني اقتناء اللوحة عم بيكون مع اقتناء الكلام تبع، لأنه كتير مرتبطين مع بعضهم، يعني ما فيني جزئهم. رنا يعني كفنانة اغتربتي، صار عندك رسالة، هيدا الرسالة حملتيها بقلبك طبعا وجيتي فيها عالشام وبدك تنقليها من قلب دمشق لكل شي في مغتربين، صح. شو رسالتك لأنه؟ قولا واحدا، ما بده يطلب منكم ترجعوا كل واحد له ظروفه، بس بلشوا فكروا شو فينا نجي نعمل بالبلد. كل حدا حسب اختصاصه، طب، فن، تعوا خلينا نحط ايدينا بايدين بعض لنبني الانسان ونبني الحجر بعد بناء الانسان، لانه اهم شيء بناء الانسان. ارجعوا فكروا نبلش نعمل شيء ببلدنا لنقدر نرجع نوقف على رجلينا من اول وجديد. يمكن انا انت عم تكوني مثال لكل سيده سوريه اليوم بتكون مشاعر كثير لبلدها، ان كانت بالخارج وبالداخل، وهي عم تترك بصمتها بوطنها. نحن كثير بنشكرك لوجودك معنا اليوم ضمن صباحنا غير، ونورتينا. شكرا على الاستضافه، شكرا كثير. اكيد نورتينا.